أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن تموت ومهما أصابتها الأزمات. وأنا أتكلم عن الأزمات، لا أتكلم عن الأزمة المادية أبدا. الأزمة المادية والله عندها رب سبحانه وتعالى، ربي عز وجل لا يعجزه شيء. وأنا قلت لكم الأمس في الخطبة الجمعة قبل أمس، لا يوجد أزمة اقتصادية عند ربي سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر على كل شيء، يطعمنا ما دام أنه خلقنا وهو الذي يتولى أمرنا سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر الذي ينبغي أن نركز عليه هو الهم العظيم الذي نحمله. كل واحد فينا عنده غيرة على هذه الأمة وعلى هذا الشعب المسلم وعلى هذا البلد، يغار وتتقطع قلبه ويصيبه الغيظ في نفسه والضيق في صدره مما نجده من الانحلال الخلقي والفساد العقدي والديني وذهاب الحياء والمروءة. ولذلك هناك أشياء إذا افتقدت في الأمة فقد افتقدنا فيها الأمر الذي لا يقدر بمال. كان أشياء ما قدروش يقدروها بالمال، مثل الحياء والإخلاص والتكافل الاجتماعي والأخلاق. هذه كلها أمور إذا راحت من الأمة هلكت الأمة. حتى ولو تولي الأمة مادية عندها كل شيء يكفيها والأمور منظمة والدنيا برا نظيفة والقانون يمشي ما شاء الله، تبقى الأمة تعيش كالبهيمة. إحنا أمة ربي سبحانه وتعالى دار لنا قانون خاص بنا، ما تسقموش إلا بالدين. اجعل فينا ربي رادع ووازع، رادع ووازع. الرادع هو القانون، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قانون ليغلط يخلص، يحكم إنسان مكانه. الناس لما ضربت في جيوبها، الناس كينضربوا في جيوبهم، وش صاروا؟ ولا يدير سكيورتي في الجراج تاعو قبل ما يخرج. يعني كاين حاجة هذه من السلطان، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والأمر الثاني ما هو؟ الوازع الديني، الضمير، أن يتربى فيك ضمير. الأمة الإسلامية لو كان ما يترباش فيها الضمير ما تقدرش تحكمها بالقوانين. احنا القوانين تاعنا ما شاء الله ينظموا، ما شاء الله كاين دول منظمة فيها القوانين هذه، تمشي نفس القوانين تاعنا. ولكن احنا لازم الإنسان، هذاك الإنسان المولد البشري يكون عنده وازع ديني من داخل. هذه ربي أعطاها لنا. وش قال؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا تربى الإنسان على الصلاة المسجد يربيه على ماذا؟ يربيه على الوازع. فنحن لازمنا زوج أمور، لازمنا وازع وهو الضمير يحيا فيه أشياء كثيرة، الحياء والأخلاق والتربية، وإنسان يستحي من الله، يستحي من الشيخ الكبير، يستحي من العالم، يستحي ويوقر الناس، يرحم الصغير. هذه كلها لازم تكون موجودة فينا. بلا هذه لا يطبق فينا حتى قانون. أي قانون يجي نخطوه، نعود نديروا رشوة، ندفعوا معرفة، نعملوا كذا، مستحيل ينجح معنا حتى قانون. هكذا ربي خلقنا احنا المسلمين والعرب، هذه لازم نمشوا هكذا. لازم يخلق فينا ماذا؟ تربية إيمانية ووازع ديني يتربى فينا الضمير. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وجد أمة تعبد الأصنام، ووجد أمة تعيش فيها همجية. كانت المرأة يدخل عليها 10 رجال في النهار، المرأة تتزوج وتعمل علاقة مع 10 رجال، يعني كانت أنواع الزواج والعلاقات الزوجية كانت تعيش في فساد عظيم. وكانوا الناس يعيشون كالبهائم، يسجدون للأصنام ويأكلون الحرام، والنفس تسيل إذا سالت الدماء جاء الثأر وانتقمت القبيلة من القبيلة، وصار بعد ذلك يعيش الناس في حياة بهيمية. جاء رجل واحد ما عنده قنوات إعلامية ولا شبكات عنكبوتية ولا عنده انترنت ولا ترسانة عسكرية ولا عنده حاشية ولا عنده حتى شيء. جاء إنسان بسيط وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ ينشر هذا الدين ويربط الناس برب العالمين. كان إذا دخل الإنسان في الإسلام يتحول 100% مباشرة، يتحول الإنسان. كان يكون قاطع طريق يولي إنسان يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة، يكون إنسان كان يعبد الأصنام يولي إنسان يموت ويهتز له 10 رحمن، وكان الإنسان على غير دين الله ثم بعد ذلك يدخل في الإسلام وتصير تستحي منه الملائكة. كيفاش تحولوا هذا الناس بالإيمان؟ والله ما جاب لهم حتى قانون. لما تربوا هذا الناس بالإيمان
صار المجتمع المدني، مجتمع المدينة، مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، هذاك المجتمع المحمدي صار أفضل مجتمع وسيبقى أفضل مجتمع إلى قيام ساعة. ديور ما فيهمش البيبان، ما عندهمش الشرطة، وما عندهمش الحبس، وما كاش السرقة، وما كاش القتيلة، والمجتمع يعيش في أعلى درجة الأمن القومي، وأمة جيعانة، الناس يمشوا حفاية وعراية، ومع ذلك لن تجد اعوجاجا، ولن تجد تجاوزا، ولن تجد قطعا للطريق، وإنما هي أخلاق ودين وتربية وتكافل وتعايش فيما بينهم، حتى يصير الإنسان يعيش فيهم، يمشي على الأرض كأنه في الجنة. منين جاءت هذه الأمور؟ رب النبي عليه الصلاة والسلام دولة كاملة، ورد بالك تقول أنهم كانوا 10 أو 20 عبدة، أو كي مشى الرسول عليه الصلاة والسلام رايح يحج حجة الوداع، كي مشى كي انطلق من المدينة انطلق ب 120,000. يعني دير في بالك باللي الغاشي راه كان موجود، يعني كانوا الناس كثيرين، والرسول عليه الصلاة والسلام قدر باش يتحكم في هذه الأمة كاملة ويحتويها ويربيها ويرشدها بمجرد الوازع الديني فقط. لو تحسب الحدود اللي طبقها الرسول عليه الصلاة والسلام تحسبها بيدك، القطع، قطع اليد وقطع الرأس، القصاص، الحدود كانت قليلة جدا. لماذا؟ لأنه لا يوجد إجرام، صفر إجرام. مين جات هذه التربية؟ هم ناس أقوياء والناس شجعان، وكان السيف، ما يوجد كاميرات مراقبة، ولا يوجد انترنت، ولا يوجد تتبع للوحة السيارة، ولا يوجد شيء، وإنما هي أخلاق يا جماعة، أخلاق. كان الواحد فيهم إذا أخطأ يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله جلدني، أرجمني، أقم علي الحد، هو ويجي، هو وحده يجي. هذو ناس رباهم النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مستويات التربية. إحنا اليوم تعرفوا إيش خصنا يا جماعة من الأمور اللي رانا نفقدوها وإن شاء الله ما تروح؟ الحياة. لا يوجد حياة. لما يفتقد المجتمع الحياة نقولوا نهضروا نقولوا نزوخوا على روحتنا، إحنا شعب، إحنا شعب، إحنا شعب، وإحنا الزوخ هذاك راه في الفراغ. ولكن إحنا رانا نفتقدوا أشياء كثيرة. بناتنا ونسائنا اللي راهي تمشي برا في الزنقة عراية يدل على أنه لا يوجد حياة. كلامنا، طريقة الكلام بتاعنا مع بعضنا البعض في الشارع يدل على أنه لا يوجد حياة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا أو يوقر كبيرنا. وين هذه؟ وين موجودة؟ مش موجودة إلا من رحم الله. طريقة اللباس بتاعنا وطريقة شبابنا في معاملته مع الناس، طريقة اللهجة، اللهجة اللي نتكلم بها الآن تغيرت، اللهجة اللي يتكلم بها شبابنا اليوم تدل على أن الحياة صار مفقودا عندنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلمة، قال لكل دين خلق، كل دين عنده خلق يتميز به، كل دين عنده خلق يتميز به، وخلق الإسلام الحياة. وقال عليه الصلاة والسلام استحي من الله حق، استحيوا من الله حق الحياة. وش قالوا الصحابة؟ والله إنا لنستحي يا رسول الله. راح تقول نستحيوا من الله، والله رانا نستحيوا. وش قالوا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس ذاكم، يعني ماشي هذا هو الحياة. وش أعطانا الحياة؟ عرفنا الحياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وش قال؟ الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى. رأسك هذا عينك وين تحطها، ودنك وش تسمع، وفمك وش راه يتكلم، استحيت من الله. قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، بطنك لا تأكل إلا حلال، وفرجك لا يضع نطفته إلا في حلال. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تعمل، قال عليه الصلاة والسلام، وأن تذكر الموت والبلى. شوف الحياء من يجيك، شوف تذكر دائما الموت، أن تذكر الموت والبلى. البلى معناتها تفنى، الفناء، الفناء نتاعك اللي احتولي اضطراب. لما تذكر بأنك ستقف بين يدي الله تستحي. قال وأن تذكر الموت والبلى، ومن عمل للآخرة ترك زينة الدنيا. قال فذلكم أن تستحي من الله حق الحياة. هذا هو حق الحياة. ما تقولش الحمد لله احنا عندنا الحشمة نستحيه، لا، أن تستحي من الله حق الحياة، تحفظ الفرج وما وعى، البطن وما وعى، الأرض، الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن من عمل للآخرة ترك زينة الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما قدرتوش تستحيوا مليح مليح مليح، أقل شيء المينيموم، قال استحيوا من الله
كما يستحي أحدكم من الشيخ الكبير. أقل شيء، أقل شيء. كما تحشم واحد كبير هذا تخبي الدخان وتستحي تدير حاجات قدامه، أو ربي معك كل يوم يشوفك. قال ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما تعرفش باللي ربي ينظر إليك. ولهذا إذا كان ما ربيناش أولادنا على الحياة وبناتنا على الحياة ما ربيناش نفوسنا، خلقت كلمات عندنا في المجتمع تاعنا تكسر الحياة كسرا. تقول له إنسان فلا تعرف، يقول لك نورمال. شوف هذه نورمال هذه، والله ما درت غير باش تكسر الحياة. هذه الكلمة دي عادي، ما فيش مشكل، عادي. الناس كاملة تعمل، الناس كاملة تعمل، وش نديروا؟ نبدأ نحيو الحياة على أنفسنا، نحيو لباس الحياة. والله حركاتك وكلامك ولباسك والله هم يترجموا الحياة. ما تقوليش الإيمان في القلب يا أخي، الإيمان في القلب. ربي وشرح لنا الإيمان، قال كمثل شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كشفت أنت شجرة ما تبانش، شجرة ما يشوف مكاش، يجي يقول لك أنا أشوف الشجرة هذه وين راهي؟ أي تحت الأرض. تقول لي تحت الأرض ماشي شجرة، شجرة لازم تبان، تبان الثمرة تاعها. كل واحد فينا لازم تبان الثمرة تاعو باش يعرف قلبه له مليح ولا مش مليح. ما تديرهاش أنت كحلة وتقول لي أنا الحمد لله قلبي صافي. كيفاش صافي؟ وأنت تسب الله وأنت تتعرى. شوف الآن شباب يا إخواني الكرام، رجال رجال طولهم وعرضهم يلبس 10 سنتيم، يعني فخذه عارية أمام الناس، وزيد بعد ذلك يركب على دراجة نارية ولا يجلس على الرصيف ولا يجلس في مقهى على كرسي، ولا يزيد يتعرى أكثر وأكثر. وتجوز عليها من؟ أخته أمه عادي، ويدخل الدار أم هذا عادي. والله هذه ما يفعلها رجل، هذه ما يفعلها رجل، يعني عيب. أختك وأمك يشوفوا فخذك وأنت هكذا، يعني بلباسك هكذا. إنسان رجل ما شاء الله خلقك الله بطولك وعرضك وشعرك وغير ذلك، وأنت تتعرى هذاك العري، هذا يدل على أنك تتنحى من الحياة. فيا إخواني الكرام، الحياة إذا حطيته، إذا أنجكتيت الحياة، الحياة في الأمة، والله الأمة ترجع إلى أخلاقها. إذا نزعنا الحياة فقد نزع الخير كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام وشاف واحد الجماعة يتكلموا مع إنسان ينصحوه، قالوا له علاه تحشم بزاف وعلاه كذا وعلاه كذا؟ قالوا دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وأختم لكم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان والحياء، والحياء قرينان. الإيمان والحياء، الإيمان والحياء قرينان، يمشوا مع بعضهم البعض، أن باك هكذا، يا ما تقدرش تنحيه. قال الحياء والإيمان قرينان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ما تقدرش تقول أنا مؤمن وما استحيش، تقدرش تقول هذا، تقدرش تقول أنا مؤمن وما استحيش. إلا عندك الحياة، عندك الإيمان، ما عندكش الحياة ما عندكش الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يصلح هذه الأمة، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء واللأواء. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عنا وأن يستر عيوبنا، والحمد لله رب العالمين. الله فيك.